أهم أحداث شهر سبتمبر: حريق سفينة غوص في كاليفورنيا، هجوم إرهابي على شركة أرامكو السعودية، محمد بن راشد يعلن عن أسوأ 5 مراكز خدمة وأفضل 5، حرائق بغابات ماليزيا وإندونيسيا، ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب العالم هذا العام، انطلاق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، فيضانات الموت في الهند، استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم، اندلاع حريق ضخم بمحطة قطار الحرمين بجدة. كونوا على موعد دائم مع حصاد شبكة أبوظبي الإخبارية.